فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كثيرا ما نحلف على الإيلام للضيف، فنقول والله الإيلام الوليمة للضيف، فنقول والله لتأكلن عندنا أو عند دفع الحساب، والله لا تدفع أنت، فهل علي شيء في ذلك؟ نعم، عند الجمهور عليك، إذا خالف اليمين عليك، ولكن شيخ الإسلام يقول لا، إن المقصود إكرامه، وقد أكرمته بقولك والله إن تأكل والله إن تجلس هنا أكرمته بهذا، حصل المقصود. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.